مكملين معاكم بكافيين، ومثل ما حكينا لكم اليوم عندنا اتصال جدا مهم، اتصال رائع، الإعلام اللبناني اللي ارتبط اسمه بمن سيربح المليون، اللي كنا كلياتنا نتجمع حوالين الشاشة نحاول هيك نجاوب أكبر عدد ممكن من الأسئلة اللي بيطرحها على ضيوفه، ونراقب هيك بصمت لغة الجسد تاعته لما يكون قاعد بده يحكي له الجواب صح ولا غلط، نشوف ردة أفعاله اللي مدروسة اللي مستحيل تعطي أي إشارة إنه إجابة هذا الضيف صحيحة أو مش صحيحة، وقتها مناسب ولا مش مناسب. يعني فعلا إذا بدنا نحكي عن قامة إعلامية فإحنا بنحكي عن ضيف كتير كبير، عم نحكي عن اسم ارتبط بالإعلام الهادف، عم نحكي عن ثقافة، عم نحكي عن شاشة قدرت تجمعنا كلنا تحت يعني برامج كانت عن جد فيها حزن وفيها فرح. صح. عم نحكي عن التسامح، عم نحكي عن الطيبة، عم نحكي عن الثقافة والتعزيز المعلومات. نعم. فضيفنا بالمختصر هو إعلام كبير، الكلمات ما رح تقدر تعطي حقه. أكيد. عم نحكي عن رسالة مهمة تم إطلاقها وتعزيزها بمهنته الإعلامية، وارتبط اسمه بالملايين وبالأهداف الإنسانية السامية، الأستاذ جورج قرداحي. يعني أكيد هو موجود حاليا معنا بالأردن ليطلق مشروع مليونير العرب، ورح نتعرف أكثر على تفاصيل أكيد مليونير العرب، ومعنا على الخط الإعلامي العريق جورج قرداحي. يسعد صباحك. صباح الورد أستاذ جورج. صباح الخير، ما شاء الله عليكم، خلوني بس أقلكم شكرا وأقولكم صباح الخير. يسعد هالصباح يا رب، يعني الساعة الحلوة نيالي مبارح تمسيت فيك وبتصبح فيك اليوم، إيش بدي أحسن من هيك؟ وأنا نيالي صراحة كمان إنه أنا مين عم بيحكي؟ أنا ليلى. هاي ليلى. أنا دانا. ليلى تحياتي ليلى ودانا، الله يوفقكم عيوني. شكرا كثير، الله يسعدك. بداية كلام جميل اللي سمعتوني. بالعكس يعني والله بتستاهل أكثر من هيك. الله يسعدك. الله يوفقكم عيوني. أستاذ جورج، بداية أكيد كل اللي عم بسمعونا صار عندهم فضول يعرفوا شو هو مشروع مليونير العرب، وهل رح يكون هو بيشبه من سيربح المليون أم هو مختلف؟ ما له علاقة بمن سيربح مليون. من سيربح مليون مسابقة تلفزيونية فيها أجوبة وفيها تكريم للي بيربحوا والمثقفين واللي عنده المعلومات. حلو. مليونير العرب لا، هو عملية سحب خيري، يعني سحب عادي. صح. إنما مضاف صار يدخل على المؤسسة، أو اللي بيربحها أو اللي بيكسبها الفائز اللي بيكون اختار أرقام وضبطت أرقامه، جزء منها كمان بيروح لعمل الخير. عمل الخير حصرناه نحن بالجمعيات، يعني بالجمعيات الخيرية. أنا رئيس لجنة إشراف على اختيار الجمعيات الخيرية في العالم العربي، بتعرفي لازم يكون في نوع غربلة لهذه الجمعيات اللي تقدم بطلب للمساعدة. في كثير جمعيات مواصفاتها غير مطابقة، في جمعيات ما بتقوم فعلا بالعمل الإنساني والخيري اللي آخذ ترخيص تحت اسمه. في فلوس بتروح لأصحاب هذه المؤسسات، في فلوس بتروح هدر، يعني مصاريف إدارية ونفقات إدارية. أهم شيء نعرف إنه هذه المؤسسة هالمؤسسة الخيرية قسم الأكبر من فلوسها ما بتروح على نفقات إدارية أو على ديون أصحابها، إنما بتروح للناس. فهذه مهمتنا بكالجنة اللي معي فيها 4-5 أعضاء، ندرس نحن ونتصل بالحكومات في الدول العربية اللي متقدمين منها هالجمعيات حتى يفيدونا عنهم، لأنه فضينا نعرف نحن كل سلوكيات الجمعيات في العالم العربي، ولكن مستعين المنظمات التأهيلية والجمعيات الموجودة لحتى نقدر نوافق أو ما نوافق. أوكي. يعني نحن في كثير طلبات وردت مش في الأردن، يعني كثير من الدول العربية بعد الدراسة لم نوافق عليها. في جمعيات محترمة فعلا عم تقوم بأداء إنساني رائع وبيستحق كل دعم. هلا فلسفة هالمشروع اللي سألتيني عنه، فلسفة هالمشروع هي جمع بين الربح الخاص وعمل الخير. يعني بدل ما يكون انه عندك عملية سحب يا نصيب، يعني هيك ما له علاقة بالخير، الفلوس اللي بيربحها الواحد يخدها لجيبته او الفلوس اللي بتطلعها الشركة يخدها هيك ارباح لها، وفرق مع الجمعية اللي احنا عاملينها او هالشركة اللي عملناها. انا مش عاملها، انا عم سوق لهم اياها، الناس اسسوها وهم عندهم امكانات وهم جماعة. بدي يعني
استاذ جورج، عمل الخير. استاذ الو جورج، الو. الو، عم تسمعوني؟ بس بصير اطلب منك طلب. اول شيء، لانه صراحه اللي عم تحكيه درر، فانا بدي كل المستمعين يسمعوا ويكون يعني الكلام واضح. هو للاسف شوي الاتصال، يعني المكان لو بتقدر انه تغيره عشان شوي، يعني مثل ما بقول باللبناني عم بيقطش، فشوي الاتصال عم بيقطش، وانا صراحه عم بيقطش. فبدي اطلب منك طلب. الله يسعدك، كلك ذوق، كلك ذوق. ثانك يو كثير لك. هلا احسن؟ تمام، هيك تمام. هيك تمام، هيك بيرفكت، هيك تمام. نعم. طيب خليني كمان اطلع على شيء مطرح هيك مشرف على شبكه التليفونات. الله يسعدك، كلك ذوق. ان شاء الله هلا احسن. تمام، هيك تمام. يا ريت لو بتكمل لنا. طيب، فاذا فلسفه هالمشروع هي الجمع بين الربح الخاص وعمل الخير. بكل يعني الاشياء اللي فيها يا نصيب بتروح للربح الخاص. أوكي. سواء اللي بيربح او سواء الشركه اللي عم بتنظم المشروع. نحن لا، ما في ارباح. اوكي. اللي بيربح بده يعطي قسط من ارباحه تقريبا 20% للجمعيه الخيريه. وفي قسم من الفلوس اللي بتفوت على الشركه بدها تروح لجمعيه خيريه. يعني بدك تقولي هدف المشروع هو عمل الخير من خلال دخل مستدام، بيقدروا هالجماعه يساعدوا الجمعيات الخيريه من خلاله. اوكي. هذه بكل بساطه. طيب، ما له علاقه، مش مسابقه يعني انه فيها اسئله واجوبه وزي ما انت تربح مليون. اوكي. هم حبوا يعطوه اسم مليونير العرب. هلا صار في التباس لانه من سيربح المليون مليونير العرب، وانا عم طلبوا مني انه انا ساعدهم بتسويق هالمشروع. وهذا صار في شوية التباس عند الناس، فكروا انه هذا مش برنامج تلفزيوني، خصوصا اسمك مرتبط بالملايين يعني. خلص. مرتبط. نعم نعم. طيب استاذ جورج، يعني هو مثل ما حكينا انه كونك يعني انت بتلم الملايين حولك، فطبيعي هيك يضل هذا الاسم، وبالعكس يعني احنا هذا الاشي بالنسبه لنا بنتشرف فيه. بس انا عندي ان شاء الله، يعني انا بتعرفي فكرت ماليا، يعني اخذت معي وقت تقريبا انه ثاني بيحكوا معي. وانا بقول لهم يا عمي انا ما بدي احط اسمي في اشياء. لا لا، ما تحرمنا، ما تحرمنا استاذ جورج. لما صار في جانب خيري هالقد بارز وهالقد بشجع، لذلك وافق. حلو. طيب استاذ جورج، بدي اسالك هلا، طبعا هو تم اطلاق المشروع عشان كل الناس تعرف عن طريق الانترنت، وهو ما رح يكون على قناه فضائيه، وبنفس الوقت بدي اسالك انه ليش تم اختيار الاردن بالذات لحتى يكون الانطلاقه من الاردن، كونه امبارح كان في انطلاقه هذا البرنامج؟ لا، بدهم ينطلقوا من مكان ما، عرفتي؟ يمكن هن بلشوا في لبنان، بلشوا بغير مناطق، بس ما عملوا اطلاق مثل ما عملوا بالاردن. اعتقد انا اختيارهم للاردن لانه الاردن ينعم الحمد لله يعني باستقرار امني وسياسي واجتماعي، ورغم كل العواصف اللي احاطت بالاردن قدر الاردن الحمد لله يتجاوز كل هذه المصاعب الحمد لله ويتجنب كل هذه المخاطر. اعتقد انه الجزء الاكبر من قرارهم باطلاق المشروع من عمان هو ثقتهم بوضع الاردن، وضع المملكه على كل الأصعدة. نعم. طيب أستاذ جورج، يعني نحن حكينا عن كيفية اختيار الجمعيات الخيرية اللي رح تستفيد أكيد من هذا البرنامج، ولكن كيفية المشاركة في البرنامج نفسه كيف رح تكون؟ كيفية المشاركة بدها تكون عبر الأونلاين. أونلاين. حلو. أوكي. بتصور عدة خيارات للمشاركة، ما بعرف يعني يمكن بعدهم عم بيدرسوها. أها. مع فريق راح تكون عبر الأونلاين. تمام، كثير حلو. يعني صراحة في مراكز ثابتة إنك تروحي بتشتري ورقة. مثل ما بيعملوا أوراق اليانصيب أو كذا، كل شيء كله أونلاين متاح للجميع. طبعاً. بروسس يعني هم شارحينه بالصفحة الإلكترونية. أها. تمام. كيف المتسابق بقدر قبل ما يختار الأرقام بده يختار الجمعية أو أو القضية الخيرية اللي بده يتبرع لها. ممتاز. يعني ونحن ساعتها بنقرر من هي الجمعية. تمام. حلو. لأنه يعني بقول أنا مثلاً بدي إذا ربحت بدي أعطي جزء من أرباحي لفرضاً سرطان الأطفال. نحن عندنا كذا جمعية بسرطان الأطفال. ضروري تكون الأردن بس في جمعيات غير، لأنه بتعرفي المشروع هو بانارب يعني على مستوى صح. العالم العربي والعالم صح. كمان وين في عرب ممكن يشتركوا طبعاً بأقاصي الأرض.
أكيد. المهم أنه بيختار أول شيء، بيقول أنا عندي هالقضية، مثلا المعاقين، مثلا الصم، مثلا مش عارف يعني، بقى بيحط أنه شو بدار. ساعتها لما إذا ربح، أولا بس يربح فورا بينعرف مين ربح، وفورا بيطلع الإضبارة تبعه، بينعرف أنه شو هو طالب أنه يساعد من البداية شفافية وين، من أي بلد، يعني كل التفاصيل عنه. نعم أكيد. فلذلك في بروسيس بده يدخله المشترك، بده يدخل على صفحة العرب مليونير. نعم فالبروسيس بيشترك بشكل طبيعي. أكيد. يعني امبارح احنا دخلنا على الصفحة وشفنا قديش فيها معلومات قيمة. بالنهاية يعني بدنا نحكي لك أستاذ جورج، مبين من فلسفة البرنامج إنه رسالتك الإعلامية قديه رسالة سامية. والله عن جد من تلقى من قاعدة ثقافية أنا واعية. حابب هالفكرة، حلو كتير. لأنه بدل ما هالجمعيات الخيرية دائما بدهم يضلوا يشحنوا، طبعا عفوا بين هلالين يعني على الكلمة، بس إنه بدهم ينطوا إما على أبواب الحكومات، إما على أبواب الموجودين، إما على أبواب مش عارف. وفي الحقيقة في عم في جهد مشترك. وفي الحقيقة هي مش بس للجمعيات أستاذ جورج، الحلو إنه الإعلاميين كمان تكون رسالتهم هيك الإعلامية سامية، فيها خلينا نحكي أبعاد إنسانية بتعود بالمنفعة على المجتمع، هذا هو المهم. تمام صحيح. أنا كمان صراحة، بس قبل ما ننهي، أنا بجوز بدي أحكي عن طريق برامجك. أنا بالنسبة لي أنت مدرسة إعلامية نبعها غير منتهي، فبدي أقول لك يعطيك ألف عافية، ودائما على ترقب بكل برامجك اللي رح تعملها. وإن شاء الله بنستنى يعني برنامج مليوني العرب، كل العرب أكيد رح يستنوا هذا البرنامج. كل التوفيق أستاذ جورج. كثير لك أستاذ جورج، تحياتي لك وما حبيبتي، والله يديم السلم والأمن والاستقرار والازدهار على كل العالم العربي. ثانك يو كثير. شكرا كثير لك استاذ جورج. كافيين مع ليلى السيد.